بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على حبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وبعد، فنتناول في هذا اللقاء مسألة من مسائل موضوع إعجاز القرآن، بعد أن انتهينا من أقوال العلماء في وجوه إعجاز القرآن الكريم، وتبين لنا من خلال استعراض أقوال العلماء بأن الوجه الرئيسي الذي هو سبب إعجاز القرآن الكريم، بحيث لا يستطيع أحد أيا كان، سواء كان من الجن أو الإنس، ولو اجتمعوا كلهم على أن يأتوا بمثله، هو أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله لا يشبه كلام البشر، ولا يمكن أن يكون كلام البشر مقاربا له، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فكما أنه ليس كمثله شيء في ذاته سبحانه وتعالى، فكذلك ليس كمثله شيء في صفاته. ومعلوم أن القرآن الكريم عندنا أهل السنة والجماعة هو كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله صفة من صفاته. هذا ما تقرر في هذه المسألة. المسألة التي سنتناولها بالبيان في هذا اللقاء هي القدر المعجز من القرآن الكريم. سبق أن تبين لنا أن الله سبحانه وتعالى تحدى جميع الثقلين، الجن والإنس، أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وجاء في مرحلة من مراحل التحدي أن يأتوا بعشر سور من مثله، ثم أن يأتوا بسورة مثله. فتنوعت أقوال العلماء في مسألة القدر المعجز من القرآن الكريم على ما ذكر المؤلف. سنستعرض ما ذكر المؤلف ثم نبين المسألة على وجه التفصيل في كتاب مباحث في علوم القرآن، كتابنا المقرر الذي نعلق عليه ونبين ما فيه. ذكر الشيخ منال القطار رحمه الله هذه المسألة، وجوه إعجاز القرآن الكريم، وبعدها القدر المعجز من القرآن. فقال باختصار، هو اختصر هذه المسألة، فقال: يذهب المعتزلة إلى أن الإعجاز يتعلق بجميع القرآن لا ببعضه، أو بكل سورة برأسها. فالقرآن عندهم لا يتعلق ببعضه ولا بكل سورة برأسها، وإنما يتعلق بالقرآن كله. قال: ويذهب بعضهم إلى أن المعجز منه القليل والكثير دون تقييد بالسورة، لقوله تعالى: فليأتوا بحديث مثله. قال: ويذهب آخرون إلى أن الإعجاز يتعلق بسورة تامة ولو قصيرة، أو قدرها من الكلام، كآية واحدة أو آيات. قال: وقد وقع التحدي بالقرآن كله، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، وبعشر سور فأتوا بعشر سور مثله، وبسورة واحدة فأتوا بسورة مثله، وبحديث مثله فليأتوا بحديث مثله. ثم قال المؤلف: ونحن لا نرى الإعجاز في قدر معين، لأننا نجده في أصوات حروفه ووقع كلماته، كما نجده في الآية والسورة، فالقرآن كلام الله وكفى. هذا ما قرره الشيخ مناع القطان، وكلامه هنا مجمل، قد يكون بحاجة إلى تفصيل. فلو رجعنا إلى كتاب من الكتب المؤلفة في إعجاز القرآن، وهو كتاب معاصر للدكتور مصطفى مسلم، فسنجد أنه تناول هذه المسألة، فسنستعرض ما أورده فيها ليتبين لنا هنا في هذا الكتاب مباحث في إعجاز القرآن، وأنا ذكرته لكم من باب الفائدة، وحتى لمن أراد الرجوع إليه، وهو من الكتب الجيدة المتوسطة المناسبة للجميع في إعجاز القرآن لشيخنا الدكتور مصطفى مسلم. هذا الكتاب خاص في إعجاز القرآن الكريم، عقد مبحثا بعنوان مراحل التحدي والقدر المعجز من القرآن. مراحل التحدي مرت معنا سابقا، فلما تناول هذا الموضوع وقف عند آخر مرحلة، وهي أن يأتوا بسورة مثله، وفي خاتمة المطاف رضي منهم بأقل من ذلك، فاكتفى بسورة مثل أي سورة من سور القرآن الكريم، ولم يحدد لهم نوعية السورة، بل تركها لرغبتهم، فإن شاءوا من السور الطويلة كان بها، أو من السور القصيرة فلهم ذلك، وسواء جاءوا بها منفردين أو مجتمعين، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، في سورة يونس. قال طبعا أيضا ذكر هذا في سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة. ثم قال: من هذا العرض الموجز لمراحل التحدي نجد أن التحدي استقر على تحديهم بأن يأتوا بمثل سورة من القرآن الكريم. ثم قال: وبما أن سورة جاءت بلفظ نكرة بسورة، فهي تشمل كل سورة في القرآن طويلة أو قصيرة، فيكون القدر المعجز من القرآن هو السورة من القرآن الكريم طويلة أو قصيرة.
هذا هو رأي جمهور العلماء، إلا أن بعضهم زاد على ذلك أن مقدار السورة القصيرة وهي 3 آيات معجز أيضا. ثم قال: ونقل عن بعض المعتزلة قولهم إن الإعجاز يتعلق بجميع القرآن لا ببعضه، وهذا الرأي مصادم لآيات التحدي التي تدرجت في التحدي بكل القرآن إلى التحدي بعشر سور إلى التحدي بسورة واحدة، إذن هو قول مردود. قال: وذهبت طائفة أخرى إلى أن الإعجاز في القليل والكثير من القرآن دون تقييد بسورة، واستدلوا بظاهر قوله تعالى فليأتوا بحديث مثله، وقالوا المقصود بالحديث أي كلام يفيد معنى سواء كان آية أو أكثر أو أقل. ثم قال المؤلف في كتاب مباحث في إعجاز القرآن: ورأي الجمهور هنا هو الذي يظاهره ويؤيده ظاهر مراحل التحدي فيه، إلا أن لنا ملاحظة على القياس الذي زاده بعضهم وهو مقدار السورة الواحدة. يعني المؤلف يستدرك يقول التحدي ورد بالسورة، أما ما ذكره بعضهم من أن التحدي يقع بالسورة وبمثيل السورة من الآيات فلا، المقرر لدى الجمهور أن السورة جاءت منكرة فشمل السور الطويلة والقصيرة، وأقسم سور القرآن 3 آيات كما نعلم، وهي سورة إنا أعطيناك الكوثر. فهل كل 3 آيات في السور الطوال التي تزيد آياتها على 3 هي معجزة بغض النظر عن ارتباط هذه الآيات ببعضها أو وحدة موضوعها وهدفها؟ أورد المؤلف هذه المسألة وذكر بأن الأصل أن السورة لها ما يميزها، وهي مستقلة بموضوعها وتتناول آيات وتختلف من حيث الأداء والمقاطع والمفاصل عن غيرها من السور، وإن كانت قد تشابه الأخرى في الموضوع والهدف لكن لها طريقتها في الأداء وإيصال المعنى الذي اشتملت عليه. لذلك قال بعضهم في تعريف السورة: هي قرآن يشتمل على آي ذي فاتحة وخاتمة وأقلها 3 آيات. وهذه الفاتحة والخاتمة ووحدة السورة التي يسميها المؤلف ووحدة الشخصية واستقلالها لا نجدها في الآية الواحدة أو حتى في الآيات المتعددة أحيانا، وهذه الميزات بارزة في السور القصيرة أكثر من غيرها، لو تدبرناها لوجدنا أنها تضاهي الطوال رباطا ونظاما، فإن دقة العلاقة ولطافة الرباط في آيات القصار مثل ما هو في الطوال. ثم قال: والسورة القصيرة قد تضمنت في الغالب أصول الدين ونبهت على أسس العقيدة، لذا نجد في بعض الآثار وصف بعضها بأنها تعدل ثلث القرآن أو نصفه أو ربعه وما ذلك وما شابه ذلك. ثم قال إلا أو ربعه، قال: وما ذلك إلا لأن ألفاظها القليلة تضمنت حقائق ضخمة عامة، والحكمة في تضمن هذه السور مثل هذه الأمور العظام والله أعلم هي أن أصول الدين وأسس العقيدة تشتد الحاجة إلى حضورها في القلوب وسيطرتها على الأفكار، فأودعت في كلمات مختصرة تامة لتكون كالأمثال السائرة الخفيفة على اللسان الغزيرة في الجنان، فلو عول في تعليمها على كلام طويل لضاعت في مطاويه، ولما تمكنت الأذهان من استيعابه من بين جزئيات الأحكام والهدايات الأخرى. ولذا نقول يجب التفريق بين أمرين: الأول ما وقع به التحدي، فالتحدي لم يقع على أقل من سورة، والسورة تطلق على القصيرة والطويلة، والسورة بشخصيتها المستقلة هي المقصودة في آيات التحدي، والإتيان بمثلها خارج عن طوق الإنس والجن وإن قصرت هذه السورة كسورة الكوثر. الأمر الثاني القدر الدال على كون القرآن كلام الله، أي معرفة مصدر القرآن وكونه وحيا منزلا من الله، وهذا لا يتقيد فيه بمقدار معين، فقد يدرك ذلك من خلال سورة أو من خلال آية واحدة أو بعض آية أو كلمة واحدة، فورود بعض الكلمات في سياق الحقائق الكونية أو الحقائق العلمية في النفس الإنسانية يدل على أن ذلك لا يدخل في نطاق العلم البشري، كما في قوله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا إلى غير ذلك. فهذه الحقائق لم تكن في مقدور أحد من البشر أن يحيط بها علما عند نزول القرآن الكريم، فدل ذلك على أن الذي يعلم السر في السماوات والأرض هو منزل القرآن الكريم، كما قال الله تعالى: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. أيها الإخوة، من خلال هذا الكلام أن المؤلف يرى وهو الأقرب والموافق للأدلة أن القدر الذي وقع به التحدي هو سورة أيا كانت هذه السورة، أما مقدارها من الآيات فهو يدل على كلام الله لكن لم يقع به التحدي، لم يقع به التحدي، ولا دليل يدل على أن تحدي العرب أو أن إعجاز القرآن يثبت بأقل منه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يجعل ما تعلمنا حجة لنا لا علينا. وبهذا نختم الحديث عن هذه المسألة وهي القدر المعجز من القرآن، وهي
القدر المعجز هو سورة واحدة ولو كانت قصيرة كسورة الكوثر. أسأل الله تعالى أن يجعل ما توصلنا إليه صوابا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.